أعلنت وزارة العدل الإفراج عن 442 نزيلا خلال شهر تشرين الثاني الماضي من سجون الوزارة في بغداد والمحافظات، بينهم 58 مشمولا بالعفو العام، و49 من النساء، و393 من الرجال. تم الإفراج عنهم بعد انتهاء فترات محكوميتهم. الوزارة أشارت في بيانها إلى أن دائرة الإصلاح قطعت أشواطاً كبيرة في مجال عمليات إطلاق السراح مع تطبيقها نظام الأرشفة الإلكترونية، والذي يتيح إمكانية تحديد النزلاء المنتهية أحكامهم القضائية.